والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن البري انكريمنت هيجي الكلام عن البوست انكريمنت. بالكلام عن البوست انكريمنت المسألة بس فيها ترتيب خطوات مختلف شوي. إذا كنا مثلا في الكلام عن البري انكريمنت قلنا إن القصة بتمشي مثلا بلس بلس A، فالبوست انكريمنت ده كان بري، ها لا المرة دي هتبقى بوست فهتبقى A بلس بلس. تمام، طالما أنا شغال على انكريمنتات فالاتنين موجب معي هيبقوا سالب لما أنا بشتغل على الديكريمنت اللي هو الحالتين اللي جايين إن شاء الله بإذن الله. تمام أوكي، إيه اللي بيحصل في الخطوة دي يا جماعة؟ اللي بيحصل الترتيب بيتغير. المرحلة الأولى يا جماعة بيحصل assigning للفاليو والمسألة بتنتهي كده بالنسبة للفاليو. للفاليو لو أنا مثلا يعني إيه، لو أنا كنت قلت إني X بتساوي A بلس بلس، فقيمة الـ A مثلا وكنت قلت له قبل منها إني مثلا A بتساوي 1، فالـ X بيساوي قيمة الـ A، يعني الاكس دلوقتي هيساوي 1 وموضوعه انتهى خلاص. تمام كده، فالفاريبل انتهى. جميل، الخطوه الثانيه هيبقى مع هيبقى ايه، هيبقى مساله الانكريمنت اللي هي ايه، اني هضيف 1 يعني اد 1، فبالتالي اللي هيحصل اللي هيترتب عليها ان الفاريبل يتغير اللي هو الاصل اللي هو مين، قيمه الاي يا جماعه. تمام كده، طب هي توضح بمثال. بمعنى لو انا قلت مثلا يا جماعه فار اهو، خلينا نقول المثال بتاعنا A بتساوي 1 ورحت قلت X بتساوي A بلس بلس. تمام كده، ده معناه ان قيمه الX دلوقتي بتساوي A، بيحصل الاساينمنت بشكل مباشر، فبالتالي X هتساوي قيمه الA 1، وده موضوع منتهي. النقطه الثانيه بقى اني قيمه الاي نفسها هي اللي هتتغير، هتساوي ايه، هتساوي 1 زائد قيمه الاي نفسها اللي هي 1 زائد ايه، فهتساوي 1 زائد 1 قيمه الاي هتساوي 2. تمام كده، يعني حصل ايه، حصل بري انكريمنت، اسف حصل بوست انكريمنت، يعني الزياده حصلت بس بعدين بعد ما الفاريبل اتساوى قيمته، عكس عكس البري انكريمنت كانت الزياده بتحصل وبعدين الفاريبل قيمته بتتغير. تمام كده، لو حبينا نجرب لايف المثال دايت، خلينا نقول نفس المثال اللي احنا كنا شغالين عليه، فار اي بتساوي 1. تمام كده، فانا لو قلت له اي هيقول لي 1. جميل، لو قلت له فار على كده، طيب مش لازم نفار، اكس بتساوي نقول اي بلس بلس، ها فكده انت اكس بتساوي ايه، انت عارف ان هي ده المساله بقت المساله بقت بوست انكريمنت، فاللي هيحصل ان قيمه الاكس هتساوي قيمه الاي، يعني انت هتلاقي ان قيمه الاكس بتساوي هو كاتب لك 1، يعني لو قلت له اكس هيقول لي 1، لكن ايه اللي حصل؟ ده بوست، اللي حصل ان اللي اتغير قيمه الاي دلوقتي، لو قلت له ايه هتساوي كام في بالك؟ قيمه الاي بكام؟ قيمه الاي اضاف لها 1 على القيمه الاساسيه بتاعتها، يبقى الاي قيمتها ب2، ده اللي حصل بالظبط. تمام، طب انا لو قلت له دلوقتي اكس بتساوي برضه، لو قلت له اكس بتساوي بلس بلس ايه؟ خليتها ايه؟ خليتها بري يعني. تمام كده؟ انت عارف ان قيمه الاي دلوقتي بكام؟ قيمه الاي دلوقتي ب2، وايه اللي هيحصل بقى طالما في بري انكريمنت؟ لا ده هيحط هيخلي لك اكس ب3، صح كده؟ وقيمه الاي قيمه الاي دلوقتي تفتكر انها بكام؟ هي اخر قيمه الاي كانت عباره عن 2، ها تتغير ولا ما تتغيرش؟ ها لو انا ضغطت انتر هتلاقيها ب3، اضاف لها 1 اللي هي 2 زائد 1. طب لو انا دلوقتي كده عندي قيمه الاكس ب3 وقيمه الاي ب3، لو انا قلت له اكس بتساوي A بوست بقى المرة دي يا جماعة. تمام كده، اللي هيحصل قيمة الـ X هتساوي قيمة الـ A، وقيمة الـ A دلوقتي بكام؟ قيمة الـ A دلوقتي ب3، يبقى الـ X هتطلع ب3، بس قيمة الـ A هي اللي اتغيرت انها هتبقى بكام؟ 4. تمام كده، يا رب نكون فهمنا موضوع الـ Pre Increment والـ Post Increment، عكسهم بالظبط هيكون الـ Pre Decrement والـ Post Increment.